خلينا نروح لفقرة جي بي اس ونشوف الجولة مع اللاعبين المصريين المحترفين في الخارج وآخر أخبارهم ومشاركاتهم ومستوياتهم مع فرقهم في مختلف الدوريات. البداية من إنجلترا والنجم المصري محمد صلاح اللي هيلعب طبعا على استاد القاهرة يوم الجمعة اللي جاي. المباراة هتتلعب بالمناسبة الساعة 9. طبعا تابعنا خسارة صلاح وليفربول في الشامبيونز ليج أمام ريال مدريد في البرنابيو بعد ما خسروا طبعا بنتيجة 5-2 في الأنفيلد. كانت مدة مشاركة صلاح 90 دقيقة، ما كانلوش محاولات على المرمى، مراوغات 4 نجح في 2 منهم، 35 تمريرة بنسبة دقة 86%، كي باسز 2، لمس الكرة 52 مرة وخسرها 14 مرة وإفساد هجمات للمنافس مرة وحيدة، وتقييمه في المباراة كان 6.4 درجة. والمباراة المقبلة لفريق ليفربول هتكون أمام مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي، موسم تقدر تقول عليه للنسيان بالنسبة ليفربول ولمحمد صلاح. سام مورسي إبسويتش تاون ليج 1 في إنجلترا شارك في فوز فريقه في المباراة الأخيرة على شروزبيري بنتيجة 2-0، شارك لمدة 90 دقيقة، كان ليه 83 تمريرة بنسبة دقة 89%، التمريرات الطولية 9 بنسبة نجاح أو نجح في 7 فيهم، لمس الكرة 89 مرة وخسرها 12 مرة، 3 التحامات أرضية نجح في 2 منهم، وتقييمه في المباراة 7 درجات. وإبسويتش تاون بيحتل حاليا المركز الثالث برصيد 75 نقطة، ومباراة الفريق اللي جاية هتكون أمام ديربي كاونتي في الدوري الدرجة الأولى. من إنجلترا هنروح لألمانيا، إسطنبول أو تركيا. تركيا أحمد حسن كوكا المنضم أيضا من ضمن خيارات روي فيتوريا لمنتخب مصر قبل مباراة ملاوي، وفي مباراة فريقه الأخيرة أحمد حسن كوكا لاعب فريق أرانيا سبور خسر أمام فنرباشا بالدوري بنتيجة 3-1، مدة مشاركته كانت 13 دقيقة فقط لا غير، لمس الكرة أثناء المشاركة دي مرتين وتمريراته 2، ما كانش ليه محاولات على المرمى، وتقييمه في المباراة كان 6.3 درجة. وألانيا سبور بيحتل حاليا المركز ال 11 برصيد 28 نقطة، ومباراته المقبلة هتبقى أمام جيرسن سبور في الدوري التركي. فرنسا نونت الفرنسي، مصطفى محمد نجم هجوم منتخب مصر وفريق نونت اللي شارك في مباراة فريقه الأخيرة واللي انتهت بالتعادل أمام أولمبيك ليوني 1-1 في الدوري، مدة المشاركة 67 دقيقة، محاولات على المرمى 2، إهدار الفرص المؤكدة 2، وتمريراته 10 بنسبة دقة 60%. مصطفى لمس الكرة 20 مرة وخسرها 5 مرات، كان ليه 5 التحامات هوائية نجح في 3 منهم، والتحامات أرضية 4 نجح في 3 منهم، ووقع في مصيدة التسلل مرة وحيدة، وتقييمه في المباراة 6.7 درجة. وفريق مصطفى فريق نونت بيحتل حاليا المركز ال 14 برصيد 30 نقطة في الليجا، والمباراة الجاية للفريق هتكون أمام رامس الفرنسي في الليج 1 وفي الدوري الفرنسي. ألمانيا عمر مرموش فولفسبورغ الألماني في آخر مواسم مرموش مع فولفسبورغ. عمر الحقيقة شارك في مباراة الفريق الأخيرة اللي فاز فيها فريقه على شتوتغارت بنتيجة 1-0 في البونز ليجا، كانت مدة مشاركته 82 دقيقة، وهو اللي أحرز هدف المباراة الوحيد من قص 3 محاولات ليه كانوا على المرمى، مراوغات 8 نجح في 6 منهم، وتمريراته 24 نجح في 54 أو نجح بنسبة 54%، والتحامات أرضية 14 كسب 8، التحامات هوائية 5 كسب 3 منهم، وقع في التسلل مرتين، وتقييمه في المباراة 7.7 درجة. وفولسبورغ بيحتل حاليا المركز السابع برصيد 38 نقطة، والمباراة اللي جاية هتبقى أمام أوكسبورغ في الدوري الألماني. السعودية اتحاد جدة حجازي وطارق حامد، والبداية مع أحمد حجازي كابتن المنتخب المصري اللي شارك في فوز فريقه على الفتح بنتيجة 5-1، مدة مشاركة كانت 90 دقيقة، إفساد هجمات للمنافس مرة وحيدة، التحامات أرضية مرة واحدة نجح فيها بنسبة 100%، وتمريراته 12 تمريرة بنسبة دقة 67%، كرات طولية 5 نجح في 3 منهم، والتقييم 6.7 درجة. واتحاد جدة بيحتل صدارة الدوري السعودي برصيد 50 نقطة،
والمباراة المقبلة للاتحاد هتبقى أمام ضمك بالدوري السعودي، وطارق حامد طبعا لاعب الاتحاد ما شاركش في المباراة دي. دي كانت جولتنا مع لاعبينا المحترفين في الخارج، فقرة الجي بي اس انتهت، فاصل ونرجع لكم في السادسة.